إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول السنة حتى ننتهي من هذه الجزئية المهمة، وأيضا مع صحيح مسلم، لكننا يعني اليوم إن شاء الله نأخذ الكلام على جزئية شرح أصول السنة لأننا ننتهي منها إن شاء الله، وأكون في الغد الكلام على إكمال هذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. طيب، الكلام ما زلنا في الكلام على الإيمان قول وعمل، وهذا على أقوال أهل العلم من السلف الصالح، أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. وعرفنا الإيمان أمس، وأيضا لغة واصطلاحا، وأيضا تكلمنا على الإيمان قد يأتي منفردا وقد يأتي مقترنا، وإذا جاء منفردا فله معنى، وإذا جاء مقترنا فله معنى. وأتينا أيضا بالعلاقة بين الإسلام والإيمان، فالعلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر منها الإسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عندما في قال الله جل في علا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا يقول الله جل في علا: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وذكر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فإذا انفرد، إذا افترق اجتمع في المعنى، يعني إذا ذكر الإسلام وحده نزل تحته الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده نزل تحته الإسلام، وإذا اجتمع كان الإسلام بما كان ظاهرا، وكان الإيمان بما كان باطنا، لا سيما وأن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأقرهم بالإسلام، للتفريق بين الإسلام والإيمان هنا. فأيضا الحديث في مسند أحمد وأن كان فيه ضعف قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأيضا في التفريق لما جاء جبريل في الحديث الطويل، أن جبريل سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر أركان الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تكلم عن الأعمال الباطنة، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. عندنا هنا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهل هما واحد أم هما اثنان؟ الصحيح الراجح في ذلك بأن الإسلام غير الإيمان، بأن الإسلام غير الإيمان، وقد دلت الأدلة على ذلك، وهي أدلة كثيرة، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى رجلا، فنظر إليه سعد
أما أنه أعطى رجلا وترك آخر، والآخر هو أعجب إيمانا لسعد من هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ما لك ولفلان، لما لم تعطي؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه قال، فقال له أو مسلما، فقاله في الثانية قال والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، قال والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. فهذه أدلة تبين أن المسلم أيضا يفرق بين الإسلام وبين الإيمان، وقد فرق الله بين الإسلام والإيمان في الآية التي سردناها آنفا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي التفريق أيضا قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أهو تفريق ظاهر جدا في الآيات، وهذا قول أهل السنة والجماعة. أما الإمام البخاري فقد خالف في ذلك وقال الإسلام والإيمان واحد، شيء واحد. انجيل الطبري وغير هؤلاء، في كثير من أهل السنة والجماعة قالوا بهذا، يرون بأن الإسلام هو الإيمان، يرون بأن الإسلام هو الإيمان. وعمدة ما يستدلون به على ذلك في آية الذريات بأنهم بأن الله تعالى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآية قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال هذه فيها دلالة على أن الإيمان هو الإسلام وأن المؤمن هو المسلم. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين، وقول المسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقال الإسلام هو الإيمان، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فإذا الإسلام والإيمان قالوا شيء واحد، وهذه فيها دلالة أن البخاري يرى بأن الإيمان لا يكون إلا بالعمل، لأنه لما سمى الإيمان إسلاما يبقى سماه عملا، ولما سمى الإسلام إيمانا يبقى سماه أيضا بمكانة باطنا، لا ينفكان بحال من الأحوال. لكن التفريق هو كلام أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة، الحق الأدلة على ذلك كثيرة، لأنها أدلة أظهرت الفرق. وأما الإجابة عن كلام الإمام البخاري في الاستدلال بالآية، فالإجابة عن ذلك من وجهين. الوجه الأول في قول الله تعالى فما قال فأخرجنا منها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فيها دلالة أولا أنه مصدر الإيمان صح أن تقول أن تترجمها للإسلام، يعني صح أن تعيدها بالإسلام. لما صدر الباب بالإيمان صح أن تعيدها بالإسلام، لأننا قلنا بأن الفرق بين الإيمان والإسلام أنه مراتب، وأن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. والمعنى قلت كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس. يبقى إذا لما أقول كل مؤمن مسلم ولا عكس يصح أن أطلق عليه مؤمنا وحينا أطلق عليه مسلما، يعني لما أطلقت عليه مؤمنا صح أن أطلق عليه مسلم، لأن المؤمن مسلم لا شك في ذلك. وهذه فيها أيضا دلالة واضحة جدا أنه لا إيمان بلا إسلام بحال من الأحوال، لا يمكن أن يقال بأن الإيمان يضمر في القلب بلا إسلام علانية بحال من الأحوال في كل أحواله. فصح أن أقول إذا أطلقت عليه الإيمان فإني أقول أيضا يصح إطلاق الإسلام. هذا التوجيه الأول. طب التوجيه الثاني قال فأخرجنا منها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قلنا السياق يثبت خلاف ما تقولون، لأن في السياق قال فأخرجنا، فجعل المسألة على الإخراج والنجاة، والإخراج والنجاة لا تكتب إلا للمؤمن الحق. المنافق يذهب مع الذاهبين، والمنافق عقابه مع الكافرين لأنه أشد الناس كفرا. فإذا كان العقاب عام على الكافرين والنجاة لا تكون إلا للمؤمنين، فالإخراج هنا يناط بالإيمان. لذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الحق، الذي صادق بقلبه وعمله لله جل في علاه. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا نرى أنه ذكر مع الإخراج الإيمان، وذكر مع الإسلام أنه أبقى البيت. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فصح أن نقول الإسلام أعم من الإيمان من هذه الجهة، والإيمان أخص منه في هذه الجهة. فلما كان اقتران الإخراج مع الإيمان ننظر إلى النجاة، فما وجدنا أحد نجا إلا لوط وإيش وبنات لوط فقط. أين امرأة لوط؟ غير موجودة، هلك مع الهالكين. وقد قال الله صريحا إن امرأتك إنها كانت من الغابرين. وهنا يقول الله جل في علاه فما وجدنا فيها غير بيت
من المسلمين، وهذه فيها دلالة أنها كانت قد أعلنت إسلاما ظاهرا دون الإيمان الباطن، يعني كانت من المنافقات أعلنت إسلام. وذلك الله تعالى قال وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فالحق هنا نقول بأن المغايرة في الآية، يعني حتى في الآية نقول له لا، أنت الآن سويت بين الإيمان والإسلام في الآية ولا يستويان. قال كيف؟ قل ننظر للفعل هنا وللفعل هنا. أما الفعل الأول قال فأخرجنا من كان فيها، فكان الإخراج فيه النجاة، وقال فما وجدنا غير بيت المسلمين، هو وجد بيت من المسلمين ولم يقل أنه أنجاهم، قال وحتى بيت المسلمين ما أنجينا منهم إلا المؤمنين. وكانت امرأة لوط كانت من الكافرات، كانت من الكافرين، يصح التعبير بذلك. لذلك قال إلا امرأتك إنها كانت من الغابرين. فيكون هنا المقصود بالمؤمنين لوط وبناته، لأن كان فيها الإخراج والنجاة. والمقصود فما وجدنا غير بيت المسلمين، يعني بيوتات القرية بأسرها على الكفر الظاهر، والبيت المسلم فقط في هذه القرية هو بيت لوط بما فيه لوط وبناته وامرأته، لأن زوجته كانت تظهر الإسلام لكنها أو تظهر الإسلام وتبطن إيش؟ تبطن الكفر، فعمها العقاب. فإذا الآية التي استدل بها الإمام البخاري هي آية عليه وليست آية له، هي آية عليه وليست آية له، هذا الراجح الصحيح. أقوال السلف في الإيمان، احنا قلنا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الإمام الثوري يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قال وسن، قال قول وعمل ونية وسنة، أربعة، قال قول وعمل وسنة ونية. وقال أيضا ابن عيينة هو قول وعمل. والفضيل بن عياض أيضا يقول الإيمان قول وعمل. والإمام الشافعي يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل وسنة، لا يجزئ أحد الثلاثة إلا بهذه الثلاثة. ابن عبد البر نقل قال الإجماع، نقل الإجماع، قال أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل. وقال الشافعي على نقل الشافعي الإجماع عن التابعين ومن أدركوهم من الصحابة بأن الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، حتى لا يفسر أحد يقول العمل المقصود به هنا عمل القلب، لا، قول وعمل واعتقاد. وهذه أقوال السلف متوافرة متضافرة متوافقة على ذلك، وهو قول باللسان، والقول باللسان لا يجزئ أحد الإسلام إلا بعد ما ينطق ويتلفظ باللسان. قول باللسان لقول الله جل في علاء قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم، وقول الله جل في علاء قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ودخل على عمه فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله جل في علاء. قول باللسان شرط في صحة الإيمان، القول باللسان شرط في صحة الإيمان، لأن كما قلت لكم بالنسبة للإيمان والإسلام كل مؤمن مسلم ولا عكس. وأيضا لابد أن نقول لا يصح إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، لا يصح إيمان بلا إسلام، يعني لا يمكن يقال أن الإيمان ما ابتطر المرء يقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره ثم لا يتلفظ بالشهادتين أو لا يعمل من أعمال أركان الإسلام شيئا، لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال، لا يصح إيمان بلا إسلام بحال من الأحوال، لأنه لو زعم إيمانا بلا إسلام كذب فعله زعمه. وأيضا فإن هذا الشرط يسقط عند العجز، هذا الشرط يسقط عند العجز، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتلفظ، فهذا يسقط عنه لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لكن لو استطاع الكتابة لابد أن يكتب الشهادتين، هذا لدخوله في الإسلام. الغرض المقصود الشرط الأول شرط الإسلام بالأدلة، شرط الإيمان أو شرط الإسلام هو التلفظ قول باللسان، قال العلماء قول باللسان وتصديق بالجنان،
التصديق بالجنان هو الإقرار، إقرار بالله جل في علاه، والإقرار وأصل الإنقياد. قال الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به. وقال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، مصدقا بها. فانظر هذا تأصيل، من قال لا إله إلا الله مصدقا دخل الجنة. طب إن لم يكن مصدقا لم يدخل الجنة، لأنه من المنافقين، لأنه من المنافقين. وفي رواية أيضا قال: من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة. فالمسألة دائرة على تصديق الجنان، وأن تصديق الجنان أصل في صحة الإيمان. من ذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجنان. العمل بالجنان هو عمل القلب، والحق أن أقول تلفظ باللسان وتصديق جنان دون عمل القلب الجنان لا ينفع صاحبه في الآخرة، ينفعه في الدنيا فقط. فتصديق باللسان وتصديق باللسان أو قول باللسان وتصديق بالجنان لا ينفع صاحبها، لا تنفع صاحبها في الآخرة، لكن في الدنيا نعم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإذا لم يعمل، لم يتبع ذلك عملا، لا يمكن أن ينجو في الآخرة، لأن الله جل في علاه اشترط العمل في الإيمان. لذلك قال الله جل في علاه: أنت ترى هناك من صدق بأن الله هو الرب، رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض. وأيضا أهل الجاهلية في الكفر قال الله جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا إقرارهم وتصديقهم بأن الله الخالق الرازق المدبر، بأن الله الواحد الأحد، لا ينفعهم بلا عمل. لذلك قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها، ويقينه الآن، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كيف الجحود هنا مع أنه وجد التصديق؟ هو الآن وجد التصديق ولكنه لم يوجد إيش؟ الانقياد في الاثنين، الانقياد في الجوارح والانقياد في القلب. وطبعا الانقياد في الجوارح أوله التلفظ بالشهادتين أو تلفظ بالإيمان وبالإسلام. عمل بالجنان وعمل الجنان وعمل القلب هو أصل أصيل في هذا الباب، هو الذي فيه برهنة التصديق. لو كان مستيقنا في ربه حقا، لو كان صادقا مصدقا بقلبه في الإيمان بربه جل في علاه، لا ظهر ذلك على أعمال القلوب. وأعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، هي شرط، هي أصل أصيل، وهي الركن الركين والركيزة العظمى في الانقياد والإذعان والاستسلام لله جل في علاه، بالإخلاص والمحبة والانقياد وأيضا الرغبة والرهبة والتوكل واليقين وحسن الظن برب العالمين سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف شرط في صحة الإيمان، فمن لم يخف من الله جل في علاه وخاف من غير الله خوف العبادة، فهذا الذي لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال. أيضا قال الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا أناط الإيمان بالتوكل على الله جل في علاه واليقين، لأنه قال ثم لم يرتابوا، المنافي لهذا الريب ولهذا الشك. والإخلاص لله جل في علاه، إذا خلى القلب من الإخلاص لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال، يكون مرائيا. ثلاثة: من كنا فيه كان منافقا. أربعة: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، من كانت فيه خصلة من ما ما كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق. فإذا عمل القلب من الإخلاص والمحبة ركن ركين في الإيمان. ومن انقاد لله وعمل لله وصدق مستيقنا بقلبه وبلسانه ولم يحب الله جل في علاه أو كره ما يحبه الله جل في علاه فقد كفر بذلك. يعني بعضهم إيمانه لا يصح من غير أن يحب الله ويحب شريعة الله. فالذي يبغض شريعة الله جل في علاه يكفر، الذي يكره علو راية الإسلام على الناس يكفر بذلك. هذا كفر، هذا أنواع كفر، يعني إن شاء الله سندخل فيها ونبينها. يكفر بذلك. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كارهوا ما أنزل الله جل في علاه، فأحبط الله عملهم. الغرض المقصود أعمالهم، فالغرض المقصود أنه لما كرهوا ما أنزل الله جل في علاه كفروا بذلك. فالمحبة شرط أصيل في صحة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما
سواهما. لذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. ومن أعمال القلوب كما قلنا الخوف من الله جل في علاه والرغبة والرهبة. ولذلك اشترطوا شروطا، وهذه الشروط يعني ليست منحصرة فيه عدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وصلاحه بالانقياد التام. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجهه. وهذه إخلاص لله جل في علاه. وقال الله جل في علاه مبينا أنه لا يؤمن أحد إلا أن ينقاد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الأمر في القلب لابد من تمام الانقياد التام لله جل في علاه، واليقين التام بأن هذا فيه المصلحة التامة له. أيضا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان بمؤكدات ثلاث: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الثالث: عمل الجوارح أو عمل اللسان والجوارح. إذن قول بالقلب، قول باللسان، وقول بالجنان، عمل بالجنان وعمل بالجوارح. والحق كما قلنا بأنه لا يمكن أن تتصور إيمان في قلب الإيمان في قلب أحد ولا تجد له ترجمة في الداخل. لذلك كثيرا ما كان يقول ابن تيمية في الفتاوى، كان يقول: إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. يعني لما يجد رجل يعني لا يعمل بأوامر الشرع أو يعمل بما يخالف أوامر الشرع، فيقول هذه دلالة على انتفاء الإيمان في القلب، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، لأن الملزوم هو الأثر. فإذا كان الإيمان في القلب وجدت التحريك في الجوارح، إن لم ترد فلا، لأن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم أصالة أن تذهب تحكم لله ولرسوله، هذا عمل ظاهره الآن، وأثره يكون في العمل الباطن. عمل الجوارح كالصلاة الخمس أو عمل الجوارح يتكلم فيها الأهل الإيمان، يقولون بأن عمل الجوارح الأصل فيه المباني الخمس، الأصل فيه المباني الخمس، وهي الكلمة المشهورة التي تكلم عنها الناس، وسنفصلها إن شاء الله بعد ذلك. وهي جنس العمل، لأن جنس العمل حتى من قال جنس العمل لا يفهم يعني جنس العمل، ثم حرب دروس حول جنس العمل، والجميع لا يعرفون، حتى المعترض والموافق لا يعرفون ما هو جنس العمل، لا يعرف أن يصور لك تصويرا تتكلم فيه في جنس العمل. المهم أن الجهلة المقلدة يختبرون الناس بجنس العمل، ماذا تقول في جنس العمل؟ شرط كمال ولا شرط الصحة؟ وهو لا يعرف أصالة ما جنس العمل وما هو جنس العمل، ولا تصور ما هو جنس العمل. ده كبار لا يعرفون، كبار. لذلك منهم من كان يقول: طب يعني أصلا أنت بتقول جنس العمل، يبقى إذن عندنا إيه؟ عندنا اللحية وقص الشارب وقص الأظافر. طب جلس بقى عمره وأطال أظافره ولم يقص الأظافر، يكفر عندك بكذا؟ طب عمره عاش ظهرا لم يبر أهله ولو مرة واحدة، يبقى كده هو جنس عمل تركه، يبقى كفر. مش فاهم، لا يتقن المسائل. أنت ده داخلين في غمار مسألة لا تتقنونها، لابد ترى منهم العجائب. الأصل بجنس العمل هو المباني الخمس. جنس العمل أنت تعرفه بهذا بالترك الذي يبين لك أنه يهدم عليك القاعدة الكلية. الأصل بجنس العمل هو المباني الخمس التي ذكرها الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، قال وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال بنية. يبقى أنت عندك إسلام، أنت تصور ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم. هذه كلها مكملات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يبقى بناية الإسلام قائمة بخمس. عمود في الوسط ماشي، وهو إيش؟ الشهادة، أن يتلفظ بشهادتين، وأعمدة أخرى من أقوى ما تكون. جيد. فنقول الآن البناء قائم على هذه الأعمدة، أسقطت الأعمدة، بقي عمود واحد، هل يبقى البناء؟ هل يبقى البناء بعمود وهو قائم على خمسة أعمدة؟ لا يمكن. فترك المباني الخمس هو الذي
يكون هو جنس العمل، جنس العمل والمباني الخمس من القول باللسان وعمل الجوارح كلها في الصلاة والصوم والزكاة والحج، سواء الأعمال البدنية أو الأعمال المالية أو الأعمال البدنية المالية، فهذا هو عمل الجوارح. لذلك أنت ترى بأن عمل الجوارح أصل أصيل شرط من شروط صحة الإيمان، أو قل كما قال بعضهم ركن من أركان الإيمان عمل الجوارح بالمباني الخمس. لا سيما أن الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال الإيمان بضع وستون شعبة، أو الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها هنا ظاهر ولا باطن؟ لا إله إلا الله ظاهر ولا باطن؟ أهو ظاهر أهو الآن، يعني أصله في الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان. ذلك علماءنا لما تكلموا في هذا الباب قال لو نظرت للشجرة، شجرة الإيمان لها أصل أصيل ولها إيش؟ فروع بقى. فهو يقول الآن الفروع تتفاوت، فرع في قوته في التلازم مع القاعدة الكبرى، جيد، وفرع وقريب جدا، وفرع يتباعد، وفرع يتباعد. سقوط جزء أو سقوط فرع من هذه الفروع لابد أن يؤثر على أصل القاعدة، لابد أن يؤثر حتى لو تباعد جدا هيؤثر. طيب، وأيضا سقوط الأقرب سيؤثر، لكن الكلام هنا على إيش؟ أجيبه، الكلام هنا على إيش؟ لا، الكلام هنا على التأثير، وإن توافق في التأثير فهناك خلاف. خلاف في إيش بقى؟ تتفاوت، الذي يسقط من بعيد تأثيره على الأصل لا يكون قويا، والذي يسقط من قريب تأثيره على الأصل يكون أقوى وأقوى. مفهوم؟ هكذا الصلاة، لو الصلاة الجزء هذا سقط ممكن أصل الإيمان بأسر إيش يسقط، ولذلك قال سلم فمن تركها فقد كفر، فتأثيره سلبا على أصل الإيمان، وإن كان متباعدا يؤثر سلبا، نعم، لأنه نقص في الإيمان الواجب، نقص في الإيمان، كما سنبين أن مراتب الإيمان ثلاثة، الإيمان إيمان مطلق ومطلق الإيمان أصل ومكمل، والمكمل إما واجب مكمل واجب أو مكمل مستحب، هذا في الإيمان. ولذلك تتفاوت درجات الناس في مسائل الإيمان، الناس يتفاوتون في الإيمان بالأصل والمكمل كما سنبين. فعمل الجوارح أصل أصيل من هذا الدين، شرط من صحة الإيمان، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الله تعالى لما قال أولئك المؤمنون حق، هم المؤمنون حقا، يعني هم المؤمنون الذين ينجون، الذين لهم النجات، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهنا لما قال إنما حصر وقصر، وقال أولئك هم المؤمنون حقا، النجاة للمؤمنين حقا، الذين يفعلون ذلك، الذين يأتون بما عليهم من الأعمال، إما أعمال القلب أو أعمال الجوارح. أنت لو نظرت إليها نظرا فتقول بأن هيكلة الإيمان، الهيكلة الصحيحة لهيكلة الإيمان، أولا منبعها القلب، منبعها القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. فنقول تصديق بالجنان يستلزم تلفظ باللسان، تصديق بالجنان يستلزم تلفظ باللسان. طيب، والتصديق بالجنان وإن كان يستلزم التلفظ باللسان فهو يستلزم أيضا أعمال القلوب، ثم أعمال القلوب تستلزم أعمال جوارح، أعمال القلوب تستلزم أعمال جوارح. وانظر إليها الآن، قل رجل أوزع الله الإيمان في قلبه، رأى من الآيات ما جعل القلب على صدق أو تصديق تام بأن الرب هو الخالق الرازق، وأن الله جل في علاه قد أرسل هذا النبي. لذلك الله تعالى أيد كل المؤمنين أو كل الرسل بإيش؟ أيدهم بالمعجزات، ليرى المكلف المعجزة فتقع في قلبه فيصدق، فإن صدق لابد أن يترجم، يقول صدقت، فلابد أن يتلفظ، فلابد أن يتلفظ، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. يبقى هنا محل الإيمان وأصل الإيمان يكون وين؟ قلب، منبع الإيمان في القلب. فلما كان الإيمان في القلب وصدق المرء، إذا صدق فلابد عليه أن يأتي باللازم، ألا وهو التلفظ: قل آمنت بالله ثم استقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فإن هذا التصديق يستلزم العمل،
لم يكن مصدقا بقلبه إلا ما كان مصدقا بقلبه إلا وانقاد. لا يمكن لأحد أن يزعم تصديقا بالقلب إلا ومعه الانقياد. إذا صدق بأن الله الخالق الرازق المدبر، إذا صدق بأن الله تعالى خلقه وسيحاسبه، إذا صدق بالجنة والنار، إذا صدق بيوم الحساب، إذا صدق بالحوض، إذا صدق بالقبر، فإنه لابد أن يحرك هذا التصديق من قلبه الأعمال، وهو أن يكون منقادا. إذا صدق انقاد، إذا صدق يلزم التصديق سريعا الانقياد. لذلك قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون. فإذا صدق انقاد، فإذا انقاد تراه لابد أن يكون إيه؟ هو صدق الله جل في علاه، فعلم بعطاء الله، بثواب الله، برحمة الله، بمغفرة الله جل في علاه، بقرب الله من العبد، أحب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حب العبد لقاء ربي أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء ربي كره الله لقاءه. فإذا صدق أحب، والمحبة عمل قلبي. وإن أحب، قل بقى، وإن أحب الآن راغبة وراهبة وتوكل واستيقن وأحسن الظن. قل بل لو استيقن وأحسن الظن وتوكل على الله جل وعلا أحب الله جل في علاه. فهم؟ طب تكلم على ما صدرنا الأول، أو هات السلسلة التي بدأتها الآن. جيد، هذا التأصيل الأصل في هذا الباب. جيد، خلاص نجوت. نعم، هو الكلام في هذا الباب لابد أن تتصوره لتفهم لتعقل. فتقول توكل، حسن ظن، يقين بأن الله جل في علاه ينجيك، بأن الله يعطيك يمنحك، بأن الله جل في علاه يحبك ويرحمك أكثر من أمك ونفسك أحببته أيضا. يبقى في تلازم بين أعمال القلوب، والأصل في ذلك كما قلت لما تتصور التصديق إذا جاءت وتوفرت أعمال القلوب لابد من أعمال الجوارح. إن أحببته قمت الليل تستعذب التعب لله جل في علاه، تستعذب التعب وأنت تقيم تصلي لله جل في علاه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. لذلك كان كثير من التابعين يقولون يكرهون الموت، لا للموت ويخافون لا للموت، لكن يقولون سننقطع عن الصلاة والقيام ومناجاة ربنا الرحمن. فإذا أحب لابد أن يتحرك، المحبة التي في الداخل لابد أن تحركه في الخارج. أما أن يقال لا، المحبة يعني إن كانت في القلب ضعيفة فتجد الجوارح ضعيفة، نقول لك هذا كلام صحيح جدا. كلما كانت المحبة ضعيفة كلما كان التحرك ضعيفا. لكن إن انعدمت المحبة في القلب انعدم العمل في الجوارح. وهذه دلالة إن انعدم العمل في الخارج إذن العدم في القلب. والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال الله جل في علاه في سورة التوبة، قال: ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله ما اتخذوهم أولياء. الذي يحب الله جل وعلا لن يتخذ ولي إلا من كان محبوبا لله جل في علاه، لن يأخذ من كان مبغوضا لله جل في علاه أو مبغضا لله جل في علاه إذا صح التعبير. يقول الله جل في علاه: أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. فهنا الله تعالى يبين هذا الباب على العكس، على أنه لو زعم في الإيمان محبة فمحبة القلب لله جل في علاه لابد لها من أثر فين؟ في الخارج، بأن يتخذ أولياء الله، يحب أولياء الله لا أن يبغض أولياء الله جل في علاه. ولذلك الله تعالى أنكر على اليهود هذه المسألة عندما قال عندما عبدوا العجل، ماذا قال الله جل في علاه؟ ها، وأشربوا في قلوبهم ها العجل بكفرهم. قل بئس ما هذا الذي نستدل به، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يبقى الإيمان لو كان في القلب هذا لابد أن تفهم، لأنه سيأتي في الأدلة الكثيرة في مسألة أن الإيمان الظاهر والباطن يرتبطان ارتباطا وثيقا لا يمكن الانفكاك عنه بحال من الأحوال. يعني الله تعالى يقول: أنتم زعمتم بالإيمان في قلوبكم. الإيمان الذي في قلوبكم هذا وجوبا ولزاما لابد أن يكون له أثر في الخارج. فإن لم يكن أثر يبقى له إيمان. طب لو كان الأثر معاكس، لا، ده محل الإيمان كفران. فانظر الله تعالى يبين لك الربط الوثيق في الكتاب. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يبقى هذه تستدل منها على أن نقط طبعا، بس أنا أريد بقى التصريح بما نريده، هو الكلام متقارب. ما هو لو استقي هذا من الآية، أنا أريد منك من الآية لتفهم هذا، لتأتي بها بلفظ القرآن.
ما هو نعم لا مش كده مش كده استقي من الآية أنه لو كان الإيمان في القلب لكان له أوامر وجوبا لزاما إيمان يبقى لابد أن يأمر الآية قالت ذلك يعني سبحان الله قل بئس ما أكمله يأمركم به يبقى هنا الله بيبين لك يعني سبحان رب العظيم ما أدري به وين ذهبوا عن الآيات ألا يفقهون ألا يتدبرون قال الله جل في علاه بئس ما يأمركم يأمركم به إيمانكم يبقى لو سمت إيمان في القلب فلابد أن يكون له إيه أمر فلو قالوا لا الأمر ضعيف قلنا لو أمر ضعيف هنجد له إيه عمل ضعيف لكن إن لم نرد عملا يبقى لا أمر ومعنى لا أمر يبقى لا إيمان يبقى ميت ميت فشوف الله تعالى يبين لك وضوحا جليا في الآية بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين لا يبقى كأنه يقول والإيمان لابد أن يأمر فإن أمر الإيمان فلابد أن يظهر ذلك على الجوارح لابد أن يظهر ذلك على الجوارح لذلك فإننا يعني ننتقل إلى المسألة المهمة جدا التي يعني نبين التي تلتزم بهذا الباب والطرف في هذا الباب بعلاقة الإيمان بالعمل الظاهر علاقة الإيمان بالعمل الظاهر سأؤسس لكم أصلا وهذا هو الذي قاله ابن تيمية في الفتاوى أولا قد قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إيش فيها هذه ممتاز اشتره الآن اشترى أموالهم وأنفسهم أموالهم يبقى صدق هذا عمل جوارحه الآن أموالهم وأنفسهم عمل جوارح أيضا الجد في إيه؟ في سبيل الله جل في علاه إذا كأنه يقول لا يدخل جنة إلا من أتى بعمل جوارح قد قال الله جل في علاه ائتني بآية فيها دخول جنة ولم يقترن فيها الإيمان مع العمل الصالح دائما ستجد الذين أمنوا وإيش وعملوا صالح لا يمكن يذكر إيمانا إلا ويذكر لازمه لابد إذا كان إيمان يبقى لابد أن نذكر اللازم أيضا من ذلك في قول الله جل في علاه أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا هذه إيش هذه أعمال الجوارح التي قال فيها إذن العمل الصالح العمل الصالح أو العمل الظاهر يرتبط ارتباطا وثيقا مع عمل القلب وتصديق القلب تصديق القلب ينتج عنه تصديق اللسان عمل القلب ينتج عنه عمل الجوارح وبينهما دائرة لا تنفك لو في سبورة موجودة يعني نبين الدائرة دائرة لا بد أن تفهمها أن القلب هو محل المسألة فالقلب لابد له من نقطة حمراء جدا قوية في الوسط في السويداء وهو إيش اليقين الذي هو ترجمة للتصديق التصديق هذا لابد أن ينضح على الجوارح أما قالوا الألسنة إيش مغارف للقلوب فلابد التصديق لزاما يكون باللسان وبعد ذلك تراه ينضح بعد ذلك يمتلئ إلى أن يكون عمل القلب عمل القلب لابد أن يكون جوارح مساحة وممكن نعمل الخريطة هذه فإذا لابد أن ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على العمل الظاهر والعمل الباطن أو القلب وعمل الظاهر فنقول العلاقة بينهما علاقة تلازم العلاقة بينهما علاقة تلازم ولا يمكن أن يكون ثمة إيمان في القلب إلا وهو يظهر على الجوارح أقوال السلف بأسرها قد جاءت توافقت وترادفت على أن إثبات أعمال الجوارح بأنها تدخل في مسمى الإيمان وأن من كان في قلبه إيمان لابد لزاما أن يظهر على الجوارح والارتباط بين الظاهر والباطن هو ارتباط وثيق والأدلة على ذلك كثيرة الأدلة على ذلك كثيرة إما السلبية إما الإيجابية من السلبية الآية التي ذكرناها الآن ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء أكملوا الآية ولكن كثيرا منهم فاسقون سماهم فاسقين على أنهم اتخذوا غير المؤمنين إيش أولياء وهذا مخالف للإيمان كبني إسرائيل لو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء نفى الإيمان لأنهم عكسوا أصل اتخاذ الأولياء أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله عندي قلب عندي جوارح اللي هو الجسد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مناط الأمر على
القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح وصلاح وصلاح القلب بالإيمان، صلح الجسد كله لزاما هو الآن. كيف ينصلح القلب ولا صلاح في الجوارح؟ لا يمكن، لا تراها. ائتوني بدليل واحد أثري يثبت ذلك أو واقعة نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قال وزعم إيمانا في قلبه وتلفظ شهادتين ولم يعمل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أو كتب الله له النجاة، لا تجد بحال من الأحوال. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال إذا صلحت صلح الإيش؟ الجسد كله، تأكيد فسد الجسد كله. إذن ما زلنا نتكلم على أنه لو وجد الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. طبعا هذا يبين ضعف جدا من قال بأن الإيمان شرط إيش؟ شرط كمال. وهذا إن شاء الله غدا نبين الأدلة الكثيرة التي جاء بها من قال أن الإيمان أن العمل عمل الجوارح شرط كمال. سنسرد كل ما عنده من شبه ليست من أدلة ونرد عليها نفندها، لأن هذه مسائل اعتقاد لا يصح ترك هذه المسائل الاعتقاد. نبين كل ما الشبه التي يتعلق بها من لا يعقل هذه المسألة بإتمام العقل أو بتمام العقل فيها، لم يتقن هذه المسألة. الله تعالى له ما حكم في عباده وله شؤون في عباده، يخفي ما شاء على من شاء ويظهر ما شاء على من شاء سبحانه جل في علاه. فمن خفيت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة اجتهادا فله أجر، هو يدور بين أجر وبين أجرين، ومن أصاب فله أجران. هذا الذي ندين الله به، ولا ننتقص من قدر أحد بحال من الأحوال، لأن العلم أو الجهل هذه المسألة بيد الله جل في علاه، ومن علمه الله جل في علاه فضل منه ونعمة، وأنه ما من أحد يصل إلى علم إلا بالله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. فالغرض المقصود قبل أن نبين التلازم الوثيق بينهما، وهذا من كلام أهل العلم، لكني اختصرت كلام أهل العلم لأنني أؤسس لي شرح أصول السنة، وإنها يعني رسالة يسيرة، فأنا بأجمل لهم الكلمات. لكن الأخ اللي يريد هذا الأمر بالاستيعاب يسمع عندي شرح لكتابين، وهي من الأهمية بمكان، شرح السنة لابن أبي عاصم، الحمد لله أنهانا إياه الله جل في علاه، وأوسعت القول فيه جدا في مسألة الإيمان، ورددت على كل من قال بأن العمل شرط كمال، وأثبتت بالأدلة الواضحة الجلية أن هذا من الإرجاء، هذا من الإرجاء، يعني هذا القول قول إرجاء يتفرع على قول مرجئة الفقهاء. وأيضا كتاب الشريعة للأجري أوسعت فيه الكلام جدا في هذا الباب. فأنا الآن بأجمل تأسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي. قبل أن نبين التلازم الوثيق بين الظاهر والباطن، أقول الأعمال الظاهرة من الإيمان، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، الأعمال الظاهرة من الإيمان. نعم، موجودين في النت، موجودين في النت. أما السنة لما بعاصم أعتقد أنه موجود في إسلاموي، صح؟ وفي الموقع موجود في إسلاموي موجود، وأيضا موجود في إسلام ويب، وموجود في الألوكة موجود، وفي أيضا أكاديمية المجد واخدين هذه الشروحات. فهذه مادة غنية، يعني فيها ممكن يكون أكثر من 30 شريط فيها الكلام على مسألة الإيمان توسعة في هذا الباب. والشريعة الأجور أيضا أوسع من السنة لابن أبي عاصم. أقول بالنسبة للأدلة الكثيرة على أن الإيمان العمل من الأعمال الظاهرة من الإيمان، الأدلة الكثيرة يوافق عليها الجميع، وهذا لا حتى لا يختلف عليها اثنان ولا تنتطع فيها عنزان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني طبعا وما كان الله ليضيع إيمانكم باتفاق المفسرين لما كن واهما أنهم قالوا المقصود بذلك الصلاة. لما صلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما ولوا وجوههم للمسجد الحرام قالوا إخواننا كانوا يصلون، فأنزل الله طمأنة لقلوبهم، ماتوا على ذلك، فأنزل الله طمأنة لقلوبهم وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة يطلق عليها أنها إيمان، سماها إيمانا. أيضا قال الله أو كما في الحديث الطويل حديث البراء يثبت أن الإيمان هنا المعنى الصلاة. أيضا من ذلك حديث وفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا عمل ظاهره الآن، وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذه كلها أعمال ظاهرة هي الآن، وسماها إيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمحافظة على الوضوء أنها من الأعمال الظاهرة، فسماها إيمانا، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الأمانة كل الأمانة بأعمال إيش؟ الأمانة كل الأمانة تثبت الإيمان، أو الأمانة من أعمال الإيمان، أمانة قلبية أو أمانة الجوارح، معروف من الأمانة إذا أودعك وديعة فلا تجحدها، وأيضا إن استأمنك فأن تردها ولا تخون، هذه من الإيمان وهي من أعمال الجوارح. أيضا من ذلك أن الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة وقال هم أولئك هم المؤمنون حقا، وقال إنما المؤمنون، فدل ذلك على أن إقامة الصلاة من الإيمان وإيتاء الزكاة من الإيمان. وأيضا قول السلام: الطهور شطر الإيمان، فهذا أيضا دلالة على أن الوضوء من الإيمان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول حديث ابن عباس موقوف عليه وجاء مرفوعا: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله قال فقد استكمل الإيمان. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان. وفي رواية ابن عباس قال: وإنما لا تنال ولاية الله إلا بذلك. قال: وعامة معاملات الناس في عصره يقول على الدرهم والدينار، نعوذ بالله من الخزلان. يعني ابن عباس يقول في زمانه، في زمن التابعين اللي هو الزمن الذي قال فيه النبي أنه زمن الخيرية، قال: وعامة المعاملة على الدرهم والدينار. فسمى الإيمان بالمحبة لله، أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. محبة قلب، تعطي تمنع، هذه عمل إيش؟ جوارح، دلالة أنها أيضا من الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعب من شعب الإيمان. فسمى شهادة لا إله إلا الله وتلفظ باللسان، سماها إيش؟ الإيمان. إيمان بضع وسبعون شعبة، وأيضا إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من الجوارح، سماها أيضا إيمان. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان لا يختلف في ذلك اثنان بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام على التلازم الوثيق بين الظاهر والباطن، ثم الكلام على الإيمان يزيد وينقص، ثم بعد ذلك نبقي الكلام على الأدلة أو الشبهات التي تمسك بها من قال بأن العمل شرط كمال، ونفند كل هذه الشبهات ونثبت ضعفها وعوارها، وأنها لا ترتبط بالمسألة، وأنها خلاف لاعتقاد السلف، حتى تتم المسألة بإذن الله، ونكون قد وفينا في هذا الباب، لأن هذا الباب باب من الأهمية بمكان. بعد الصلاة إن شاء الله نتم الكلام على التلازم، وأن الإيمان يزيد وينقص، ثم غدا نأتي بكلية الأدلة التي يتمسك بها من قال العمل شرط كمال. أنتم رأيتم الآن لو كان العمل شرط كمال، كيف يقول مسلم ألا وإن في الجسد مضغة؟ كيف يقول الله تعالى: بئس ما يأمركم بما لكم إن كنتم مؤمنين؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أولئك هم المؤمنون حقا. المسألة مسألة مهمة جدا، بأنه لا يمكن أن يقال في إنسان يعني قد خلقه الله جل في علاه للعبادة، وأمر له بأوامر، وكان له وقال له: إذا أتمرت بالأمر فلك الثواب، وإذا خلفت الأمر فعليك العقاب، ثم لا يسجد له سجدة ولا تصدق بالله جل في علاه صدقة. فهذا الذي لا يكون يمكن، لا يمكن لنا أن نقر بالإيمان في قلبه. وقال هذا قول ابن تيمية، قال: قد زعم أو قال قد خالف أو قد قد خالف قد كذب، قال قد كذب فعله زعمه. إذا زعم الإيمان ولم يأتي بالأعمال هذا كاذب، كاذب في ادعائه الإيمان الذي في القلب، كما كذب الله اليهود قال: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.